السلام عليكم.
السيد رئيس مجلس الشعب الولائي السيد الوالي المنتدب المقاطعة الإدارية بصعيدة، السادة أعضاء اللجنة الولائية للأمن، السادة أعضاء البرلمان بحرمته، السيد ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، السيد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، السيد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، السيد ممثل منظمة المجاهدين بالمسيلة، السيدات والسادة ممثلين المجلس الأعلى للشباب، السيد ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، السادة رؤساء الدوائر، السادة مدراء الهيئة التنفيذية، السادة رؤساء المجالس الشعبية، السادة أعضاء المنظمة الوطنية المجاهدين كلهم بصفتي واسمي، السيدات والسادة المجاهدات والمجاهدين، السيدات والسادة ممثلي الأسرة الثورية، السيدات والسادة أعيان وممثلي الحركة الجمعوية الجمعوية والمجتمع المدني، السيدات والسادة أعضاء أسرة الإعلام، السيدات والفضيات، السادة الأفاضل، فوز الحواس والبقائهما. ونبدأ احتفاليتنا هذه بكلمة ترحيبية، فليتفضل السيد رئيس الشعب البلدي سيدي محمد. و65 لاستشهاد العقيدين عمير روش مسيح حواس، وبين حاضنة جبل ثامر القشم ببلدية سيدي محمد عرش ولاد سيدي زيان المجاهد دائرة عين الملح ولاية المنتدب المسعادة ولاية المسيلة، وبقلوب يملأها الفخر والاعتزاز بالتضحيات المسامة لتخليد رموز قادتنا الأشوس، والذي بفضل التزاماتهم وتضحياتهم نستطيع اليوم إحياء هذه الذكرى الغالية على كل حر أبي. إن استشهاد العقيدين جنب الإجم يوم 28 مارس 1959 يؤكد دون شك أن ثورة التحرير كانت حربا شملت كل شبر من أرض الوطن. مرحبا بسيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد والي ولايتكم سيلا والوفد المرافق لهما على مختلف المستويات اللي عندهم حق الفيتو. فالمناسبة لا تحتاج يعني إلى أكثر الكلام، لكن ذكرنا هذه الذكرى في رايح أننا نعطيكم معلومة ربما كيف نطلعين عليها وكيف اللي ما نطلعينش. ثم قريت في النبذة التاريخية تاع الشهداء لقيت كان مؤتمر عقدوه في الولاية الثانية البيت في المالية، لما جاءوا العقادة الثلاثة الولاية ستة والرابعة والثالثة الشاهدين العقيدين في الحواس وسامروش والعقيد نتاع الولاية الرابعة جاءوا للولاية الثانية وبالضبط في منطقة جيجل، حبوا بها يديروا مؤتمر تم، لكن الولاية الثانية ما حبش تشارك لعدة أسباب. وفرت لهم الإمكانيات الأمنية وكل الأشياء اللي تحتاج للراحة نتاعهم، وحضر معهم عضو المنطقة يعني ملاحظ بك. بعد المؤتمر هذا وبعد اللقاء هذا عودوا رجعوا بالمعلومات اللي هذاك هما كانوا كاتبين لتونس، لا أدري علاش جاوا رجعوا، بعد ما جاوا رجعوا شهدونا في غير الطريق شهدونا في البيت. فرحم الله الشهداء اللي لابد نحافظوا عليه، وهو قيم تاع نوفمبر الوحدة الوطنية، إياكم وإياكم الوحدة الوطنية. باسم مجلس الشعب البلدي السيد الوالي المنتدب المقاطعة عن سكان ولاية مسيلة إطاراتها ومنتخبيها، أرحب بالسيد العيد أبيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق وكل أعضاء الوفد المرافق له
وكل أعضاء الأسرة الثورية المرافقين وكل ضيوفنا الكرام من المشاهدين وأبناء الشهداء والأعيان، متمنيا لهم إقامة طيبة بيننا، والترحيب موصولا إلى كل المشاهدات والمشاهدين وأعضاء الأسرة الثورية. تذكر سيرة قائدين محنكين وبطلين من خيرة أبناء هذا الوطن المفدى، وهي محطة من أهم محطات التاريخية لثورتنا المجيدة والكشف عن ملحمة من ملاحم ثورتنا المجيدة وصورة عظيمة من الذاكرة الجماعية المنيرة لأمتنا العزيزة أثناء كفاحها المرير ونضالها الشاق ضد الاستعمار الاستيطاني الغاشم من دائرة عن الملح. وأمام هذا الحضور الكريم من الجموع الغفيرة من المواطنين والمواطنات ومن مختلف الأعمار والفئات في هذه الوقفة المباركة، ونحن في العهد الجديد والمسيرة المباركة لأجل بناء الجزائر الجديدة بقيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. إنها وقفة استذكار هامة مع هذه الوجوه الكريمة في هذا المقام الطيب صانعة البطولات والأمجاد، من أجل تذكير أنفسنا والأجيال الحالية والمستقبلية بمآثر وبطولات قائدين محنكين وأسودين مغوارين، وهما العقيدين عميروش أسد جرجرة وسي الحواس أسد الأوراس. كل أحتياج المجتمع الجزائري بمختلف فئاته المهنية من نساء ورجال خاصة في الشباب أن نحافظ على هذه المكتسبات وهذه النعمة التي جاءت بفضل تضحيات الجسام لشعبنا الأمين. تير استشهاد العقيدين سي الحواس وسامروش رحمة الله عليهما وعلى كل شهداء الجزائر سانحة عظيمة نستحضر ونستذكر بخشوع وإجلال وإكبار تضحيات أولئك الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وسطروا في ذاكرة الوطن تاريخا حافلا مشرفا بالوفاء. مراسيم تسليم مجموعة من الكتب التاريخية من طرف السيد وزير. تسليم كتب تاريخية من طرف السيد وزير لفائدة مكتبة المطالعة العمومية بعينه، وكذلك تسليم مجموعة من الكتب التاريخية
من طرف السيد ولي الولايه لفائده متحف العقيدين بلدية سيدي محمد. رجاء جماعة خلونا نشوفوا بارك الله فيكم. تفخروا جماعة بارك الله فيكم. قول له يسد هذاك. كذا راح يوريها له. هذا ما يرى الوحدة عندي راها جديدة على ذي. ايه هذه فوتوكوبي دور. ايه فيها تصويرة تاع الباقي ملازم اللي دار هذا بحال. ايه ما شاء الله انا احنا نسكانيوها هكذا. وانت مسعودي عبد الرحمن. ايه الله يبارك. مسعودي تاع من جهة انتم؟ سيدي عزاز. ما شاء الله. كاينين في واتسوف ندري مسعودي وفي المغير وشي. ايه كاينين صح. الله يبارك. انت تصور اللي يكون صور. ايه لا لا احكي لي احكي لي. واش عندي قلت لي؟ واش نحكي لك؟ قلت لك هذه هنا هذه المجموعة تاع سامروج جاوا عقبوا علينا على دوار ولاد عمرة. ها؟ دوار يقولوا ولاد عمرة. عقبوا من ثم. واش من شهر؟ واحد يقولوا الشافع وعامة في الطريق ومسابلين. في شهر مارس هذا ولا قبل؟ شهر مارس بالضبط مانيش عارف النهارات ذاك الوقت ما كناش نعرفوا الشهر ولا ما عرفش ندير في الحساب هذاك. ايه. كنا قال عقبوا قال ماتوا قال خلاص. سمعنا بهم كي ماتوا لهنا ثلاث أيام سمعنا بهم ماتوا. ايه حبسوا عندكم شويه. ايه وش من بعد المجاهدين كانوا عندنا ثم المجاهدين اللي جاوا ما جاوش من عندنا احنا جاوا من الولايه من بلاد قبيل. ها؟ عقبوا ايه عقبوا لهنا ومن بعد لقاو ولاو مجاهدين ورا العمليه هذه حفتوا الامر ولاو جاوا لهنا جاوا هنايا يديروا في التحقيق. ايه وش لقاو في التحقيق؟ جاوا من هنا بلاد جاوا لهنا الولايه سيس عندكم. شوف هنا كيفاش راهو كيفاش باعوهم هنا كي جاو من جاو بسر جاو سر تام كي جاو لهنا ما نقولكش يعني لقاهم رقود ولقاهم قعود هنا يقولوا كل واحد يشوف وكش ما وكش ما منع منهم ولا اللي حنا حسمة مليح كانت فرنسا تحط في العسكر تحط فيه بعيد من يقولوا العين من الغراب ولا تحط منها كما يقولوا تحط على كل ومن بعد العسكر جيدين كي قرب العسكر اللي هنا دخلوا الطيران. ايه حتى نقرب العسكر. إيه. العسكر راه كي لقى العباد موتى الطيارات حطموه. ايه والسلاح راك ما عندهم سلاح مليح. ما عندهم سلاح مليح ما عندهم والو. المخير عنده كارابين وعنده خمس. هما ديجا رايحين يجيبوا السلاح. كارتوش مين با. ايه اللي جاوا مع ميرو. ايه بارك الله. يقولوا ميرو صعدوا ما تريت. صعدوا عندهم. وهو قايد هو ذاك الوقت قدم روحه للموت. يقول لك العسكر اللي حق لهم كنا تخلطوا مع العسكر بالك ما يموتوش كاع العسكري نحلوا السيد مسعود اللي قال ايه طيارات طيارات جو واحد المجاهد معهم يقول له شافه انا نعرفه شو نقول لك قالوا لي واش قالوا لي هذاك عمام من الطريق ومشى معاهم ما زادش ولا حتى استفنا ما شفناش المجاهدين نقعدوا نستقصوا مع بعضنا ولينا نخدموا معاهم الله يرحمه ما بانش هو زعما يلحق معاه في المهمه اللي هنا وطلعوه في الكراد طلعوا سعمرو طلعوا في الكراد كان سميره وبعد يطلعوا يطلعوا او دار له الطريق امام الطريق لحمه من عندنا نيش حتى الطريق حتى لهنا نعقبوا بوسعد لهنا راهم قعدوا ملي عقبوا خليني نقول لك ثلاث ايام من عندنا ولا اكثر وباه تكشفوا. مليح مليح باقيين يتناقلوا بلاش السيد اللي تبع فيهم خطط لهم حتى يتجملوا هو زعما خطوا البيع العمير وش صحابه ومن بعد ظهرت ظهروا لقاهم خلطين. ايه خطا عليهم قال براه قوه كبيره لازم تحاصروها كل فيهم وفاق اللي راهم يحاصروا فيهم. وانسحبوا وخرجوا. ليش نصهم؟ ايه كان في ذاك الوقت كانوا مجاهدين يهضروا لنا. ايه قال لك يعني لو كان فاقوا ما كانش اللي تصلهم كما ظل قال راكم حاصرين سلوا روحكم في الليل هما في الليل مسؤولين يحطوا كوب ثلاثه هذيك العدد زوج دمقات حاصرين مصورينها. ايه تحط بالخمسين
وباقي يمشي العسكر ما يمشيش قدامهم يمشي تركع. هذه حاسس اللي سمعت انا بكري فعمر 19 سنه ولا في 59. انت من زياد ربيع في ذاك الوقت. انت وقت الزايد زايد زايد سنه 42 بصح خمس ايام برك نسالم 42. ايه عندي هاي عندي هاي عندي هذيك الورقه شفتها هذيك شفتها انا قطعوا لي السنه 60 وليت نمشي. هذه يطلع ملازم جاي لجلول هاو ماركيتي ربيع اللي يخدم راح زعما ربيع زعما رايح انا للعسكر تاع فرنسا. ايه من بعد قال لي وقفت احكي له بعد قال لي لا روح شكون قال لك؟ قلت له بيا العزوز ما يعودوش يخرعوا فيها فرنسا. قال لي قلت لهم وبخاطر اخرى كي نخدم يقبضوني يقولوا من خير راني رايح نجلبس. من بعد بقيت نخدم. وش كانت المهمه تاعك؟ قال لي جيب لنا تقشير عندنا الفائده. ها؟ قال لك جيب لنا تقشير عندنا الفائده. صح يعني لقيتها صح بس اخر مره ما خدمتش. وانت خدمت وشني؟ تخدم مع البيروقراطيه هذون. قول لي وانت خدمت وشني؟ وخدمت وشني بسبل ولا؟ هذا مدني وعسكري. وش من الجنود العسكري الميليتير نمشي معهم ومدني نجي وين هما؟ بارك يتلاقيت به نقول له عيسى الله يرحمه نروح نجيب له وياه فوق الزوين نقول له رفيطاي البارك يتلاقيت به البارك يتلاقيت به الباريكي الباريكي شكون؟ عبد القادر عبد القادر الباريكي نسمع به في ذاك الوقت ما تلاقيش زعيم ايه زعيم عبد القادر الباريكي شلطو طو عند المجاهدين جا عندنا ما ثبتش عليه جا مع كاتبه جا ثم هو يحكم في ديك الناحيه والقصه تاع الحوران سمعتوا بها؟ وين؟ تاع الحوران حمام ضلعة تاع الحوران واش من جهه؟ حمام ضلعة ماشي حمام ضلعة بنين مال هذه؟ لا لا ها مش تاع بنين مش نهضر على تاع بنين حمام ضلعة تاع الحوران الحوران اللي خشوا على الثكنة هذيك لوشكيس و لا لا هذه حمام ضلعة تاع الدريعات جيب الدريعات تبيعوهم سم وهجموا عليهم وكانت فقط 75 مجاهد. شكرا. او منع منها واحد يقول عبد العزيز بن مجنح لينا. ايه. منع منها وشوف هذا بن مجنح راه في سطيف. بن مجنح لينا عمره 10 سنين. راه في سطيف والله. راه في سطيف. هو حكاوا لي عليه واحد يسكن معايا. في سطيف. ايه قالوا لي لا تروح ليه. يحكي لنا ويبكي. ايه. محروق هو جانا محروق. بالمجنة اي هو ربي ستره في البوزيتو ايه هذوك الزعماء اللي ماتوا اللي كانوا يصبوا كاع ذيك الزعماء اللي كانوا في راسها ايه هذه في الدريعات بيعة ولا كيف والله بيعة ولا توسعوا على بعضها بيعة ايه بيعوا بذاك عبد العزيز قالنا بيعة وصاق الزوج اللي قعدوا معاه سوق المضرورين في ذاك الوقت ما عرفوني تاهم يدووا فيهم يدووا عندهم مراكز طبية في ذاك الوقت عندهم مراكز طبية والله المراكز هذو كان عندي انا اسمائهم عندك بعد الكرني بعد زعفت زعفني بنينة قطعت جا لي من زيت التكوين قلت لهم انا والله قطعت قدمت اي ماذا المراكز تاع الطبول اي التاريخ حنايا اسمع لا ما تعرفش شيء بالتاريخ التاريخ هذا تربينا فيه جيب والدينا وحنا شوف نقولوا بالدرعتنا كنت من الناس اللي خدموا عندنا كان ما خدموش كوخ ايه لو كنت تروح لكم وزير كما هذا اللي كنا نسحب لك تهضر معاه ما خليش بارك الله فيك يا اخي كان بعض حاجه من الوقت انا بعطي الورقه هذه تاع المرور هذه انا كنت لو كان عندي الفوالي تاع الثوره كاع نعرف ولا وكما قال واحد نعرف كاع الواحد نعرف كلش اروح منا جا الريح بارك اروح منا جي اروح جي الريح برك ما راني انا كل حال صايم اه وعيان وبارح تعشيت تعشيت فكان بس حرت طعم شويه من ثقيل اي صحيح وانا والله ما رقدت الملا انت منين جيت اليوم؟ من مسيله من مسيله وليت من مسيله ايه انت واش من مدارك فيها تاع المجاهدين انا تعليم تاع التعليم ايه وهذا الوقت رحت للاخر هذاك